نتكلم سريعا كده عن الدوري المصري، اسئله سريعه، ثلاث اربع اسئله كده سرعة، واللي يجاوب يجاوب. كله بقى ركز معايا. هي دي الاسئله ولا الدوري المصري؟ لا الدوري المصري اه، بس حاجات سريعه يعني. مين افضل فريق عامل صفقات في الدوري المصري؟ سيراميكا كليوباترا وبيراميدز. سيراميكا كليوباترا وبيراميدز. طيب مين المرشح بقوه لانتزاع الدوري من وجهه نظرك؟ هو الاهلي والزمالك وبيراميدز. انا 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 عارف المدرب بتاع بيراميدز كويس. مدرب جامد. انا كنت متابعه كويس، حتى هو في الوسط، حتى راجل واخد الدوري بوكا جونيورز، راجل مدرب كويس، بيضغط ضغط عالي. فرقه بيراميدز هتبقى فرقه جامده السنه دي. مين اقوى صفقه السنه في الدوري؟ ما تسيبني طب اجاوب انا كمان. ماشي أنا لا لا خلاص رمضان صبحي. والله انا اديك خمس ثواني. رمضان صبحي اقوى صفقه السنه دي. رمضان صبحي اقوى صفقه، صفقه انتقاله كلاعب، وكلاعب صغير جاي من الاهلي البيراميدز، اكيد صفقه قويه جدا.